خريف 1956 استعجل حريق السويس غروب شمس الأمبراطورية التي لم تكن تغيب عنها الشمس، وأحرق مستقبل السياسي البريطاني أنتوني إيدن. وراء انكفاء إيدن إلى الظل واندلاع عاصفة عبد الناصر، مساهمة من لبناني مستقبلي اشترك في دفع التاريخ خطوة إلى الأمام في الشرق الأوسط. إنه إميل البستاني، الوزير والنائب والمهندس وصاحب أمبراطورية الكات للمقاولات. لأنه حصل أن السويس تعرضت لضرب الأسطول مدمر، وحصل أنه في ذلك الوقت كان التعتيم الإعلامي ممكن على الأحداث، مش زي دلوقتي يعني. لكن في مصور أندرسون قدر ينفذ لبورسعيد وخد صور للدمار الفظيع اللي حصل، وجمال عبد الناصر شاف الصور ونده لي وقال لي إزاي ممكن هذه الصور تطلع برا، لأنه خصوصا في إنجلترا، لأنه في تعتيم على مذبحة جرت في السويس في بورسعيد. وفكرنا نعمل إيه، وأنا اقترحت إن احنا نبعت الصور لإيميل بستاني. كان الهجوم الثلاثي البريطاني والفرنسي والإسرائيلي مستمراً على بورسعيد وبور فؤاد والنقب عندما ركب إيميل البستاني طائرته الخاصة، من دون أن يعلم أنه في مهمة ستؤدي مع عوامل أخرى إلى إسقاط الحكومة البريطانية برئاسة أنتوني إيدن. وإيميل ركب طيارة من بيروت وذهب إلى لندن، والتاني يوم كانت الصور معروضة كلها في مجلس عموم، وأظن أنها عملت تأثير مدهش خصوصا في مظاهرات ترافالجر في اليوم التالي اللي قادها أنار بيفان، وأظنها كانت هيلة في تحويل الرأي العام الإنجليزي. لم يعتمد عبد الناصر على إيميل البستاني الذائع الصيت والعلاقات آنذاك لكونه صديقاً له ولشخصيات بريطانية فحسب، فالبستاني برز في خمسينات ومطلع ستينات القرن العشرين كألمع لبناني عربي بعلاقات دولية، حيث مزج الأعمال بالسياسة رئيساً ومشغلاً لأكبر ورشة في الشرق الأوسط وأفريقيا على قمة شركة ضمت آلاف المهندسين والعمال والموظفين، فكان سياسياً في الأعمال وعملياً في السياسة. أريد تعزيز الجيش وقوى الدفاع عدة وعددا، فنجابه في اليوم المرتقب جحافل الصهيونية المجرمة المتحفزة على الحدود، ونقاوم كل من تسول له نفسه التعدي على لبنان. حياة إيميل البستاني تجسيد صارخ لقصة يتيم أضحى عملاقاً وأسطورة مثابر خارق انضم إلى نادي الكبار في دنيا العرب والعالم. هذا الملياردير الشعبي الضاحك أبداً ابن مرشد فارس البستاني وهيلان غبريل، سللا عائلتين تحولتا إلى البروتستانتية في القرن التاسع عشر. بيو كان مبشر وكان كمان أستاذ ماتيماتيك، وصار بروتستانتي لأنه بيت البستاني كانوا كتير شايفين حالهم بمعلم بطرس البستاني اللي هو كان عملها بروتستانت، بقى لحقوه. في الدبي ساحل الشوف حيث موئل عائلته المعروفة، ولد إيميل البستاني في 27 من حزيران 1907. هيدا بيت كتير قديم، بنى من شي 450 سنة، كان بيت كتير متواضع وبسيط طول عمره عقد. وإيميل البستاني النايب والوزير ورجل الأعمال خلق هون بهالقرنة، ما كان في هيدا العفش اللي شايفينه حواليكم، كان في برداية وهون تختين، هو ولد هون بهاي القرنة. جدي مات بكير، مات بالتيفوس، صار في إبيدمي تيفوس ومات بهالمرض هيدا. كان عنده 4 أولاد، بي كان أكبر شيء وكان في 3 أخوة صبيان وبنتين.
يعني عذاب، لأنه ما كان في ما عندهم شيء، ما عندهم مصاري، ما عندهم شيء. وستي نقلت أولادها، ونقلت هي لما مات جوزها، نقلت راحت عند أهلها هي بكرم الحناش حد الصالحية، وكانت تتعلم بيانو وربت هالولاد. يعني كانت أيام مجاعة وأيام حرب، مش هناك بي كان يحكي إنه كان يجي من المدرسة على البيت ماسك سرميته بإيده حتى ما تنحف ويركض حافة. حرب وفقر وجراد، وإيميل وأخوته في ميتم يعتمد على المساعدات الأمريكية قرب صيدا، وهناك راح يخدم على مائدة الميتم ليكسب قوته المر. ومن ميتم إلى آخر طالت معاناة إيميل، لا سيما بعدما حرم من حنان الوالدة التي سافرت للعمل في فلسطين. وبعد سنة أخيرة في الجامعة الوطنية في علي، نجح في دخول الجامعة الأمريكية في بيروت تحقيقاً لحلم لم يكن يملك لتطبيقه بدل القسط الجامعي. كان في شخص من بيت معلوف مغترب كان يجي صيف بلبنان بزحلة، وكان بده يعطي بورس سكولرشيب لشاب أو صبي بلبنان يكونوا متفوقين. المدير تبع مدرسة علي قال له في عندي شاب متفوق اللي هو إيميل بستاني، هبعت لك إيه. قبل فيه مسيو معلوف وكتير اندهش فيه، وقال لهم للجامعة الأمريكية إنه هو بيدفع عن دروس تبعوله. على فكرة ما درس هندسي بالجامعة، درس علوم فضائية، أخذ ماجستير بالعلوم الفضائية، يعني شخصيته كانت متنوعة. مباشرة بعد التخرج سنة تعليم واحدة في رام الله في فلسطين، ثم عودة إلى الجامعة الأمريكية للتعليم ومتابعة التعلم، حيث قدم أطروحته عن الشمس والتفجيرات الذرية. كان القدر قد نصب له شركاً جميلاً في تلك السنة 1930. لقد تعرف على ابنة عائلة برجوازية محافظة اسمها لور سرياني، بعدما وقع عليه الاختيار لإعطائها ساعات دروس خاصة باللغة الإنجليزية. لما تعرف على أمي عزمة هي وعائلتها، هي وخيا وبيا وإما، يجوا يشوفوا نجوم بالليل من المرصد. واتفق مع ثلاث أصحاب لإله يونان إنه يقعدوا بسجرة حد المرصد ويدقوا بالبوزوكي حتى تكون رومانتيكية الزيارة، وهيك صار. وخلال ساعات الدرس الطويلة اكتملت قصة الحب بين الأستاذ الطموح والتلميذة المرفهة التي أيقظت لديه أحلام المجد المنبعثة من عينيها الصافيتين. وهو اللي كان بده يعمله إنه يكون أستاذ بالجامعة، حتى هو كمان يكون معلم، وسموه معلم إيميل البستاني. أمي قالت له أنا ما بدي أتجوز، أنا أستاذ بالجامعة، ما بحب أستاذ الجامعة، ليش ما بتعمل أنت بزنس؟ ليش ما بتعمل مهندس؟ قنعته إنه يكفي بهالطريقة هاي، إنه يصير مهندس. قبض إيميل على شهادته ومصيره في حزيران 1932، مصمماً على متابعة تخصصه في الهندسة في الولايات المتحدة. ومن مرفأ بيروت ركب في الدرجة الرابعة في الباخرة التي نقلته إلى عالم جديد وتحدي جديد. راح بالباخرة وبيقول إنه نام على سطح الباخرة، وكانوا على بكرة لما يجوا ليشطفوا الباخرة من على سطحها كان ينتلي مي. واجهت إيميل صعوبات عديدة قبل أن يتمكن من اقتحام جامعة MIT. هو كان رايح على جامعة ألاباما، وصل هونيك لقى إنه جامعة مسكرة، ما عارف شو بده يعمل. في صاحبه شارل مالك كان بهارفرد، قال لك بروح بشوف شارل مالك بشوف شو بدي أعمل بحالي. شارل مالك قال له هون في جامعة MIT دخل فيها. قال له كيف بتدخل فيها؟ ما عندي مصاري أدفع حق الجامعة. قال له أنت دخل فيها
ومنشوف بعدين. بلش. استنجد شارل مالك بمهاجر لبناني ثري اسمه حبيب البستاني لإنقاذ مستقبل صديقه إميل، وبقي البستاني وفياً لصداقته طيلة عمره لشارل مالك، أحد واضعي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمفكر ووزير الخارجية اللبنانية لاحقاً. وفي حزيران 1933 حصل على الشهادة في علوم الهندسة والبناء، وعاد إلى لبنان ليتزوج الصبية التي انتظرته حتى آخر ومضة حب وأمل. هو أول ما رجع من أمريكا مع شهادته اشتغل مع الاي بي سي، واشتغل سنتين مع الاي بي سي. من بعد منها قرر انه يشتغل وحده، تشارك هو وشخص اسمه كامل عبد الرحمن، وما كان معهم اكثر من 100 جنيه. وبيقول انه باع خاتم لامه حتى طلع شوية مصاري حتى قدر عمر حمام لرئيس الاي بي سي وقتها. من ثم لمن اجى لهون وكامل انفصل عن الشركة، ضم له السيد شكري الشماس وعبد الله الخوري. شكري الشماس كان ابن صفه وكان دارس مثله، وانطلق بشركته بالمعنى الفعلي سنة 47 كشركة محدودة المسؤولية. كان أميل البستاني قد انتقل من فلسطين إلى لبنان بعد سيطرة اليهود الصهاينة على حيفا. وفي بيروت أعاد تأسيس شركة الكات، والتي تعني شركة المقاولات والتجارة العربية، وذلك في أيلول 1941 مستعيناً برفاق كانوا معه في الجامعة الأمريكية. وسريعاً توسع عمل الشركة حتى صار لها فروع في معظم المدن الكبرى في لبنان وسوريا وفلسطين والعراق والأردن. كات كانت تقوم بأعمال بناء عادي مثل كل الشركات، فيما بعد أراد أنه هالشركة تكون دولية، تتكون دولية ومستعدة تتكون شركة عامة مش متخصصة بس بالبناء، تقوم بأعمال اللي هي أكثر وأهم وفيها اختصاص أكثر. لذلك التجأ أو تعرف على شركات بإنجلترا، شركة ماداور بريدج اللي تعرف على رئيسها. In its early years, when Emil Bustani first associated the cat with it and they formed the joint company Mother Cat, this focused on pipeline construction right through the various sheikhdoms which were starting to develop their oil industries in the Gulf. This is where the Cat Company, as a contractor, and the Motherwell Bridge Company as civil engineers, plant engineers, complemented each other so well. أصبحت الكات في الخمسينات أكبر شركة لمد أنابيب النفط في العالم خارج الولايات المتحدة الأمريكية. كان البستاني يطلق طائراته فوق الصحاري يبحث في مجاهلها عن الذين ينقبون عن البترول، معرفاً عن الشركات ومقدماً الخدمات لأهل الصحراء الذين اعتبروه واحداً منهم مختلفاً عن الإنجليز وأترابهم من الأجانب. يجلس مع البدو كما يأكل ما كما يأكلون ويجلس معهم بطريقته، فيطمئن لهم. الإنجليزي هيك متعفف عنهم، مستكبر عليهم طيب هيدا عم يعمل أفضل منهم وإنجاز أكثر منهم، وفي كرامة إنسانية فيها وبيعرف يحكي معنا. ساهمت الثروة المتأتية من عائدات النفط في حث أمراء الخليج على بناء وتحديث بلدانهم الناشئة، وكان إميل البستاني سباقاً مع الكات التي عرف عنها قدرتها على بناء حي كامل في الصحراء في ظرف أسبوع واحد. إميل البستاني شخصياً كان كثير يركز على العلاقة مع الكويت، وعمل علاقة كثير طيبة مع الكويت لأنه الشيخ سالم كان رجال منفتح، وإميل البستاني أول واحد عمر لهم المدارس الثانوية والمطار تبع الكويت.
بل كانت عملتهم كل الانفراستراكشر تبع المدينة، يعني الطرق وكل شيء، مواصلات، مجرير إلى آخره، وكملوا. بقى لما بدون يعملوا جامعة، بدون يعملوا مدارس، بدون يعملوا جوامع، يعمروا مستشفيات، كله هاي يطلبوا من الكات، لأنه ما في حدا هون، مين بده يروح يقعد بالصحراء وما في شيء بالصحراء. بقى الكات كانت تجيب كل شيء وتعمل لهم اللي بدهم اياه. هو أول واحد بنى جامعة بالكويت، أول جامعة، وهديها بس خلاص هدية، كرة أرضية بقلب الجامعة، لحط اسم الكويت على الكرة الأرضية لانبسطوا أنه صاروا دولة معترف فيهم بالعالم، لكن اني موجودين على الكرة الأرضية. فهذه الكرة الأرضية هي انوجدت على العملة الكويتية. أمير الكويت كان يجي لعنا مع سيارة عادية، يعني يجي يقعد معه ويحكي معه، كمان يلعب طاولة مع أمي وأمي تغلبه. أبو ظبي، أول ما دخل أبو ظبي إيميل بستاني، وأول ما تعرف على الشيخ شخبوط إيميل بستاني، هذا كانت سنة 58، وحتى توصل يكون في بينه وبين الشيخ شخبوط علاقة خاصة، وكلفه أنه يقوم بكل أعمال البنية التحتية تبع أبو ظبي. أبو ظبي على أيامها حسب ما شفت أنا كان فيها 3 بنايات مبنية، كان في الأوتيل، كان في البنك البريطاني، وكان في القصر تبع الشيخ زايد، والباقي ما تبقى كان كله قصب، بيوت معمولة من قصب، وكان في الكامب تبع الكات. هذا كل شيء كان في أبو ظبي، لا في طرقات، لا في تحتيل، لا في شيء. وصلنا فوق أبو ظبي، أنا بطلع ما كنت شوف شيء من تحت، فعم بقول لهم هيدا المطار، قالوا لي إيه، نزلت الطيارة بهالمطار، أنا لابس كرافات أربع شو، جبرنا ننط من الطيارة، ما في درج، نطينا من الدرج بالرمليات، وزتوا لنا الشنط من فوق، استلمناها تحت، واجت الجيب تبع الكات لدوليبة قد الطيارة تقريبا حتى تمشي بالرمل، فحملنا حالنا ومشينا بهالصحراء. وصلنا في بناية وحدة، هي بناية الكات، معمرين بناية، كنا أوتيل، كان اسمه بيتش أوتيل، هي أول أوتيل تعمر بالصحراء. المهضوم بالحفلة كان انه الشيخ زايد كان بده استعراض لعيد الجلوس الاول، عملنا له مدرج واستعراض. استعراض لشو؟ ما في شيء. كان عنده جيبين للحرس ومشيت المعدات تبع الكات. على غرار الكويت وأبو ظبي ودبي وعمان، شيدت الكات مقر الأمير في قطر، وقصر الملك في العراق، ومطاراً في الأردن، ومدينة كاملة في السودان، ومشروعاً في ليبيا، بالإضافة إلى تنفيذ إنشاءات ضخمة في بلدان إفريقية عدة. ووصل البستاني والكات إلى باكستان، حيث بنى محطة كهرباء ضخمة، وفتح الباب معها لعلاقات رسمية توجت بزيارة للرئيس رشيد كرامي. ومن أجل ذلك كله استقطبت الكات أكثر من 17,000 موظف، وأسست 35 مكتباً في 19 بلداً. كانت شركة إيميل البستاني بتعد 17,000 موظف، الدولة اللبنانية بما فيه الجيش كان 14,000، يعني كانت شركة إيميل البستاني أكبر من الدولة. ما كان في مواصلات بهذيك الأيام، ما كان في طيران، كان عندهم شركة طيران، كان في شيء 8 طيارات، هدول يقضوها يروحوا من بيروت للمناطق اللي عم بيشتغلوا فيها تيأمنوا كل شيء اللازم، يعني لا تليفونات ولا شيء بهذيك الأيام.
التوسع غير المسبوق لشركة لبنانية وعربية مثل الكات جعل إيميل البستاني يغامر بشركات شقيقة مثل السي كات المتخصصة بالتنقيب عن النفط في البحر وغيرها. كثير قوي من رجال الأعمال والمقاولين بالذات بيقتربوا بالضرورة من عوالم السياسة، لكن معظمهم بيوظف مصالح السياسة من أجل مصالحه. لكن أنا بعتقد أن الميزة في إيميل أن إيميل وظف مصالحه هو في خدمة السياسة، وهذه هي الميزة اللي فيه. نجاح إيميل البستاني كرجل أعمال وعلاقات متشعبة فتح له باب السياسة في لبنان. فبعد تماس أول له مع العمل الوطني إبان معركة الاستقلال سنة 1943 عبر تنظيم التظاهرات والتمويل وطبع وتوزيع المناشير، ترشح للانتخابات النيابية عن دائرة الشوف في دورة 1951 بعدما جدد انتسابه إلى الطائفة المارونية، وهيأ للمعركة بحملة كبرى في الصحف والمنتديات، وأرسل طائرات شركته الكات تحوم فوق القرى وترمي المناشير الداعية لانتخابه كمرشح للغد الأفضل. هو كان عنده يعني عادات في العمل أمريكية الطابع بالنسبة لل يعني الانطلاق على الجماهير، الإقناع، استعمال الطيارات الخاصة. مين كان يستعمل طيارات خاصة؟ دخل إيميل البستاني البرلمان اللبناني منضماً إلى الجبهة الاشتراكية الوطنية إلى جانب كميل شمعون وكمال جنبلاط وغسان تويني وبيير إدي وعبدالله الحج وأنور الخطيب، وبدا معارضاً عنيداً لأساليب الحكم البالية وثائراً على الممارسات التي لطخت عهد رئيس الاستقلال. وكان في طليعة خطباء مهرجان دير القمر في آب 1952 الذي أطلق الثورة البيضاء التي انتهت باستقالة الرئيس بشار الخوري. نريد تحرير المجلس النيابي وانعتاقه من كل الأوضاع الرصد البالية، وذلك بإلغاء الطائفية، بإلغاء الطائفية الذميمة والإقصائية الرجعية، وجعل الانتخاب على أساس الدائرة الفردية، ليتمكن الشعب من أن يرسل إلى مجلسه نواب أحرار يصونون حقوق الأمة وحريتها. نريد انقلابا صحيحا سريعا تنقلب في هذه الأوضاع رأسا على رأس. خلال حياته النيابية التي امتدت من العام 1951 حتى وفاته، حيث فاز في دورات 1953-1957-1960، أغرق المجلس النيابي بمشاريع واقتراحات وأتعب الحكومات بالأسئلة والاستجوابات. الجلسة لنقول الساعة 3 بعد الظهر، توصل الطيارة على المطار 2:30، يكون بالمجلس الساعة 3 محضر استجواب وسؤال من كعب الدست ينسفهم، تقوم لقيامي بالمجلس الطيارة بعد دهيرة يطلع ويضل ماشي. تناول البستاني في مداخلاته الإدارة والفساد والقمار ومشكلة إبقاء الضباط اليهود في الجيش اللبناني بعد إنشاء إسرائيل، كما دعا إلى سياسة اقتصادية منتجة تجعل من لبنان بلداً للصناعات الخفيفة، لأن البلد لا يمكنه الاعتماد على الزراعة وموارد السياحة واقتصاد الخدمات وحسب. وعندما عين وزيراً للأشغال العامة والتصميم سنة 1956 ثم رئيساً لمصلحة التعمير إثر نكبة الزلزال الذي ضرب لبنان تلك السنة، أدخل الأساليب الحديثة في التنظيم والإدارة والسرعة في الإنجاز لإزالة ما خلفه الزلزال في الشوف وصيدا والجنوب. بمصلحة التعمير بعد الهزة سنة 56 حط أرمى على مدخل البناية إنه كل واحد جاي معه كارت توصية ما يجي لعنده أحسن، أو زدت الكارت
وبعدين قال لهم للنواب فيكم تجوا لعندي بدون موعد بس قبل الساعة 8 الصبح. بعدين بدكم تجوا لعندي أنا عم بشتغل، بدكم تاخدوا موعد. جنوا منه وقتها. في عهد الرئيس كميل شمعون صديق البستاني ورفيقه في الثورة البيضاء، كانت بيروت في شبه مهرجان دائم تستقبل طائرات وسفن الركاب والأحلام. وفيما كانت المدينة تمضي نهارها وليلها بين فندق سان جورج وبيوت عين المريسي القديمة وحدائق وقرميد الجامعة الأمريكية التي حفظ لها مكانة في قلبه وعقله ومساعداته، كان إميل البستاني الضاحك والهادر يوزع أيامه بين لبنان والخارج وبين مجلس النواب والقصر الجمهوري في القنطاري ومكاتب شركته في محلة الصيف في بيروت. وكان نهاره يمتد 18 ساعة من 24 ويدير أعماله من السيارة أحياناً. أول ما بلشت بالشغل من شي 6 أشهر سافر سفرة طويلة، أنا أقول شو رح أعمل بكل هالبوستة هاللي بتجي، أقرأ وشوف، اكتب له ريبورت شو إجاك بوستة، شو بتريدني أعمل فيها، يجاوبني على التيب، سلمى اعملي هيك اعملي هيك اعملي هيك اعملي هيك اعمل هيك حسب شو هو بيريد. كان public relation مهول، وهيدا ما تعلمه مطرح، هو طبيعته كانت هيك، وكتير يؤمن بالاتصالات، انه لازم يكون في اتصالات direct مع الناس. He was a bon viveur and he certainly was very proud of his excellent wine cellar which his guests were invited to enjoy. في منتصف خمسينات القرن العشرين لمع نجم إميل البستاني كبيراً في الفضاء السياسي والاقتصادي والاجتماعي في لبنان، وأصبح عنواناً لكل حدث وحديث ومنزله مقصداً لكل ضيف أو زائر. من تحدث معه في السياسة حسبه متفرغاً لا عمل له سواها، والذي طالع مؤلفاته العشرة بالإنجليزية أو العربية حسبه متفرغاً للتأليف، ومن رآه في ورشة لا يصدق أنه أمام الرجل المتطوع لخدمة قضايا لبنان والعرب في المحافل الخارجية، ومن لاعبه بالطاولة حسبه خالي البال، لا سيما وهو يجول بين ضيوفه العرب وأمراء الخليج والبريطانيين والأمريكيين في فيلا اليرزي، وخصوصاً في قبو النبيذ الشهير. بس الكاف صارت شيء مهم كتير، يعني عرفوها كل الناس سامعين فيها، حتى الرئيس عبد الناصر أنا رحت زرته أنا وأمي، قالنا كيف الكعب عندكم؟ ورغم الحياة الصاخبة ترك حيزاً حميماً لابنته الوحيدة ميرنا وزوجته لورا، سواء في لبنان أو في الرحلات إلى الخارج. في أمريكا أدرك إميل البستاني عمق تأثير الإعلام والصحافة والعلاقات العامة على الفرد والمجتمع. امتلك جريدتي آسيا والأنباء الأخيرة، ولم يكتفي بذلك بل استمال إليه معظم أصحاب الصحف ومحرريها، وأسس أول مكتب إعلامي لسياسي لبناني. مكتبه الإعلامي واعي لكل حركة بتصير، تاري هو صحافي وإعلامي أكثر من كل الصحفيين والإعلاميين، يعني كان بالحديث وبالنقاش وبالهذا بتلاقي عطانا أخبار أكثر ما أخذ منا أخبار. خصص البستاني للصحفيين وقتاً آخر الأسبوع للقاء معهم في حديقة منزله في اليرزي، حيث بنى علية جمع فيها أيضاً شعراء ومفكرين. طبعاً كان سعيد عقل هو رقم واحد عنده، تقريباً معظم الجلسات يكون فيها سعيد عال، وكان يترك النقاش بين سعيد عال والآخرين، وهو
يعني يولوا. إخواني في الوطن العربي، أتحدث إليكم اليوم من مبنى الأمم المتحدة في نيويورك، وقد جئت إلى نيويورك من برازيليا حيث مثلت البرلمان اللبناني في مؤتمر برلماني، وأنا في طريقي إلى طوكيو ومنها إلى بيروت. باكرا أيضا استوعب البستاني لعبة الصوت والصورة، فصور وسجل معظم أعماله ومشاريعه وجولاته الانتخابية ولقاءاته السياسية ومناسباته الاجتماعية. وعندما ساد عصر الشاشة الصغيرة في لبنان، اشترك بتأسيس شركة تلفزيون لبنان والمشرق. هو ساهم فيه مشان شغلة واحدة، أنه أنا بدي يكون لي برنامج، هالبرنامج اسمه ميتزو بريس، لقاء مع الصحافي. إذا مبلش أول حلقة اللي عملت ثورة بلبنان، انه اول مرة التلفزيون اللبناني بده يذيع مقابلة مباشرة. سطوع اسم إميل البستاني في لبنان والخارج أتاح له نسج علاقات وصداقات مع ملوك وأمراء وحكام وسياسيين ومشاهير من كل أنحاء العالم، وفي بعض العواصم كان يستقبل كرئيس دولة من قبل رئيس الدولة. لأن العصر كان إنجليزياً بعد الحرب العالمية الثانية وقبل حرب السويس سنة 1956، ولأن إميل البستاني بدأ العمل في فلسطين مع شركات بريطانية، فإن لندن بقيت محطة مفضلة لديه في العمل والسياسة. Certainly, Emil Bustani kept in very close touch with British diplomatic contacts and with British politicians. He was concerned to be au courant, if you like, with what was in British minds relationship with the countries of the Middle East where he had such enormous contracting interests. صار يعزم نواب انجليز مثلا يعزمون ليجوا يشوفوا بترول مطرح ما بيطلع على البترول حتى يفهموا شو أهمية هالبلاد العربية اللي هي هون حتى يحترموا العرب. وكان عنده هو هاجس انه الغرب والبلاد العربية لازم يكونوا أصدقاء. The politicians whom Emil Bustani befriended were mostly among those who had been opposed to the Suez operation. He therefore kept in particularly close touch with individuals, leading figures from the left side of British politics, John Freeman, who had also been the editor of the left-wing New Statesman magazine, and also Barbara Castle, who subsequently became a minister in the Labour government. خصص البستاني جزءاً كبيراً من نشاطه في بريطانيا والعواصم الأخرى في خدمة القضية الفلسطينية التي أصبحت قضية عربية أولى، ومع جمال عبد الناصر ارتدت القومية العربية أبعاداً جديدة. أما إميل البستاني اللبناني المسيحي الماروني فرأى في العروبة آفاقاً أوسع قلبها لبنان. You can imagine how, therefore, this great wealth in the Arab world is changing the face of the Arab world. And Lebanon, just because it has been always a center of learning and education, therefore is destined to play this very important role of serving from Lebanon the rest of the Arab world in leading the development of that part of the Arab world. لأنه كان تركيزه على لبنان كنقطة انطلاق وعلى المنطقة الشرق الأوسط كمنطقة حيوية مستقبلية بقيمة أكبر مناطق العالم، وهيدي مهمة كتير وقال بكتابه زحف العروبة. إذن
هالشرق الأوسط هو مثل ما صار طلعت أوروبا المشتركة، يمكن كان متأمل أنه بيعمل قبل أوروبا بيعمل الشرق المشترك الموحد العربي، طرح أنه ينعمل صندوق مشترك من مدخول البترول، وهالصندوق المشترك بيمول كل المشاريع الإنمائية بكل البلاد اللي ما عندها بترول. هذا النفط يدر على البلاد العربية من العوائد فقط 550 مليون جنيه في السنة. كانت الحكومة اللبنانية في الماضي قدمت مشروعا إلى الجامعة العربية، إلى المجلس الاقتصادي الأعلى، يقضي بأن يقتطع 5% من عوائد النفط من الأرباح قبل أن توزع، أي من الشركات ومن البلاد العربية المنتجة للنفط، وهذه 5% تستعمل لزيادة الإنماء الاقتصادي في البلاد العربية. إذا أخذنا رقما يرتكز على ما أنتج من نفط في السنة الماضية فقط، 5% تكون لوحدها تزيد عن 50 مليون جنيه، 50 مليون جنيه، يعني بعشر سنوات المعدل يزداد كل سنة، تصبح هذه تقريبا حوالي 750 مليون جنيه. نحن إذا نريد أن نستعمل هذا النفط لإنماء اقتصادنا في البلاد العربية، ولذلك نرى أن مستقبلنا يرتكز ارتكازا هاما على الناحية الاقتصادية أكثر من الناحية السياسية. لكن إيميل البستاني كان في تلك المرحلة يواجه معضلة التوفيق بين علاقته بعبد الناصر زعيم القومية العربية وصداقته لكميل شمعون خصم عبد الناصر والمؤيد لحلف بغداد ومشروع آيزنهاور. وأظن أنه من العذابات اللي كانت موجودة في حياة إيميل أنه كان موزق بين حبه لعبد الناصر وبين حبه لشمعون، وكان بيرى في عبد الناصر مستقبل عرب وبيرى في شمعون مستقبل لبنان أو سلامة لبنان. خلال ثورة 1958 في لبنان وقف إيميل البستاني في الوسط بين كميل شمعون ومعارضيه، وساهم في انتخاب اللواء فؤاد شهاب رئيساً للجمهورية، وذلك بعد أيام على نزول المارينز في بيروت إثر الانقلاب في العراق وتهديد الخليج وممرات النفط. لقد بكى البستاني بكاءً مراً صديقه الملك فيصل ورئيس وزرائه نور السعيد اللذين سحقهما الانقلابيون. قعد بالأوضة أول مرة بشوفه متأثر لهالدرجة، قعد بأوضة نوم وما ظهر منها على 24 ساعة، ما بدي يحكي مع حدا، كتير ضايق. دفع إيميل البستاني غالياً ثمن علاقته الوثيقة بالعائلة المالكة الهاشمية في العراق غضباً وانتقاماً على يد الدكتاتور الانقلابي عبد الكريم قاسم. هني الكات بنيوا القصر تبع الملك بالعراق وأنجزوا بالوقت اللازم، وكان لهم مبلغ كبير على الحكومة العراقية. لما إجا عبد الكريم قاسم رفض كلياً أنه يدفع، عم بحكي بعشر ملايين استرليني، وكان في دين على الكات للبنك العربي. وجاء عبد الكريم قاسم اعتبر الكات استعمار، البنك العربي عم بيضغط عليه من جهة وهن عم بيضغطوا على الحكومة العراقية تدفع. عبد الكريم قاسم اتهم الكات واتهم شكل الشماس بالذات انه هن مخربين وبدهم يفجروا انابيب النفط، وحكم شكل الشماس بالإعدام، وحكم إيميل البستاني بالحبس المؤبد. بعد العراق لم يستسلم البستاني، بل اخترع ساحات بناء أخرى. استثمر علاقاته في السياسة والعمل مع البريطانيين المهتمين جداً بالخليج، ونوع علاقات العمل أيضاً حيث دخل شريكاً في عدد من المشاريع مع شركة باكتل الأمريكية الكبرى للمقاولات. ليك إيميل البستاني كان شايف الدنيا كلها مش سايقته، يعني ما كان رجال بده بس يشتغل هندسي ميكانيكي أو مدني. إيميل البستاني شو فوتوا على سان جورج مثلا، اشتروا سان جورج كفندق، بده يعمروا أوتيل البستان،
شاركوا بالميدل إيست إيرلاينز أنشأ بنك الصناعة والعمل سنة 60. ولما أنشأ بنك الصناعة والعمل كان عنده أكبر رأس مال بين كل البنوك اللبنانية ب 44 مليون ليرة لبنانية، كانوا 20 مليون دولار عم بحكي سنة 60. سنة 1960 ترشح للانتخابات النيابية للمرة الأخيرة في الشوف أيضاً. استقبل خلال جولاته الكثيرة في القرى لا كنائب مميز بل كمشروع رئيس للجمهورية. فيما كان إيميل يتابع تسديد ضربات النجاح والأحلام، لم يدرك أنه يحث الخطى إلى قبره الذي بناه في الدبي ولم يلجه أبداً، وتفقده قبل أشهر برفقة ابن عمه فؤاد وديع البستاني. راحوا على الدبي وعمروا أو وصوا على محل مدفن يعني لإلهم، وإنه راحوا لهونيك ليدشنوه، وأخذوا معه قنينة نبيد وشربوا كاس وقريوا شعر لعمر الخيام، وبعدين كسروا الكبايات اللي كانوا عم بيقروا فيها عم بيشربوا فيها، وكبايته هو ما انكسرت. قال له فؤاد بستاني أول ما كسرها إيميل أخذها ورجع كسرها، بس أول شيء ما انكسرت. لم يكترث إيميل البستاني، فلا أحد ولا شيء يستطيع محاصرة النار التي تقيم في داخله، فخطط لرحلة كانت الأخيرة إلى الأردن. الرحلة الأخيرة رايح لأنه عنده عمل مع مجلس إدارة البنك العربي، وإيميل البستاني كما بتعرف هو اللي نقل كل وثائق البنك العربي من القدس لعمان بطيارات شركة الكار، وهو كان من أعضاء مجلس إدارة البنك العربي، وهو والكات وشركاء الكات كانوا من أكبر المساهمين بالبنك العربي، ولا زالوا لحديث اليوم عندهم مساهمة كبيرة. فصار في خلاف بينه وبين عبد الحميد شومان كثير على قصة العراق، ورايح كان مشان هالأمر بالذات. فأخذ الطيارة بغض النظر عن الطقس، لأنه بالمطار قالوا له ما لازم تسافر، حرج عليهم لأنه كان الأشخاص اللي يحب يجي على الوقت على أي شيء ما بده he didn't want to fail. فأخذ الريسك وراح، بس الطيارة وصلت على ظهر البيدار ما قدرت كملت قد ما في جليد. هايدي أنا كنت قلّه ما تقلّي مستر بستاني، الواحد اللي بيقرأ وبيشوف كل المهمين عم بيروحوا بهالطيارة بأكسيدنت، بلاها هاي قاعدة مثل البطة بالمطار بكفي. عنده هو كان 12 طيارة، يقلّي هيك بتقولي عن الطيارة تبعيتي؟ يا لطيف شو كان يحبها. الجمعة 15 آذار 1963، 8:30 صباحاً، بيروت في عز الحركة في يوم ماطر. جرس الترامواي يلعلع بين المنارة والدورة، أصوات الباعة وكل اليوميات الأخرى تثير الضوضاء في ساحة الشهداء والأسواق القديمة. وفي المرفأ المزدحم سفن تحاول الرسو متحدية الموج، وفجأة يشاهد بحارة على الرصيف كتلة نار تهوي في البحر على بعد عشرات الأميال من الشاطئ. بعد قليل تعلن الكارثة عن نفسها. قضى إيميل البستاني بين سماء وماء. سقطت طائرته الخاصة بعد نصف ساعة من إقلاعها من مطار بيروت، ومات معه صديقه نمر توقان والمهندس مروان خرطبيل والقائد البريطاني للطائرة جون أوغلفي. طلعت من المدرسة وكان في أيامها في جرائد تنباع بعد الظهر، عم بيعيطوا مقتل إيميل بستاني مقتل بستاني. خدت أنا دغري ركضت على البيت، بيتنا قريب على المدرسة، وتلفنت على المكتب بيقول لي بابا ارجع دغري نزل على الكات. نزلت على الكات، قال لي بتطلع على المطار في كولونيل ما بتذكر اسمه بتشوفه، بتطلعوا بالهليكوبتر وبتروحوا على الشواطئ كلها، لأنه إذا وقعت الطيارة بالبحر إيميل أكيد بيكون عم بيسبح.
صعق اللبنانيون بالخبر، وأحسوا كأن حريقاً التهم الأرز، وأن جبلاً ابتلعه بحر، أو أن بحراً ابتلعه بحر. طلعت على المطار، كان كولونيل مظبوط ناطرنا، فتنا على المطار على الهنجار الهليكوبترز. نهارة العواصف كانت شي بخوف، هوا ورعد وشتى. طلعوا هالهليكوبتر جروها لبرا، ضوء الموتورات، طلعت عليت شي مترين ونزلت. طفى الموتور ونزل الكابتن، قال أنا مني مستعد موت وراء لأميل بستاني، ضبوا ولا الهليكوبتر. رجعت على الكات، قالوا لنا بتطلعوا هلأ بتاخذوا المضير وبتطلعوا من الشط من منجوني لصيدا. ضلنا رايحين هيك لعتمت الدنيا مع المضير نتفرج إذا في حدا عم بيسبح. لما عتمت الدنيا رجعت على المكتب، كان بابا قلت له ما في شيء هيك، وكانوا رجعوا كلياتهم. قال يعني راح إميل وبلش بك. إميل البستاني حياة عاصفة أنهتها عاصفة. الرجل الذي لم يتسع له مكان نام إلى الأبد في مكان بلا عنوان. إنه الموت البلا كفن، لكنه موت ذهب إلى التاريخ لكي يعيش فيه راوياً قصة اليتيم الذي أصيب بلعنة الطموح وهاجس الإنجاز، فاستعذب واستحق الإقامة في المقدمة وفي قلب المحاولة وقلب الجدل وقلب الحياة بعد الحياة. من عثر عليها على أثر للطائرة ولا على الجثة أو وحتى يقدر يعرف سبب الحادث بالله. كل شيء إنه كنا نحن نعمل مع ميرنا مرتين في السنة بذكرى ميلاده بذكرى سقوط الطائرة، كنا ننزل على سان جورج ناخد لانش وزهور، منروح إلى المكان الذي نعتقد أن الطائرة سقطت هناك، نضع هذه الزهور، أنا صلي له على طريقتي وهي تصلي له على طريقتها. ليس بالعمر يقاس الإنسان، بل بالتأثير والأثر. وإميل البستاني ترك بصمة وعلامة بقاء أينما حل. فلا يكتب تاريخ العمران والبناء في الخليج من دون إميل البستاني والكات، ولا يدون سجل الذين فتحوا نوافذ الغد للبنان وشبابه إلا واسم إميل البستاني في السطر الأول من الصفحة الأولى. في المنزل في اليرزي صدى ضحكته يتردد في الحديقة وقبو النبيذ وكل المطارح، وفي مكاتب الكات في بيروت طيفه يطوف خارجاً من الصور المنتشرة على كل جدار. لقد صار تاريخاً من تاريخ العرب ولبنان.